بحسب معرفتك بنادي سان داونز وأخلاقيات نادي سان داونز، هل تتوقع أن سان داونز قد يتساهل أمام الهلال السوداني في مباراة السبت وأصعد الهلال وسان داونز سواء إلى الدور القادم، أم أن سان داونز هيلعب مباراة بجدية أمام الهلال للفوز بيها؟ لا أعتقد ذلك، أن فريق سان داونز هذه ليست عقلية سان داونز، لا يمتلك لاعبي ولا نادي سان داونز هذه العقلية التي تتحدث عنها. في هذه اللحظة أنا أعرف تمام المعرفة أن فريق سان داونز لديه جهاز فني على قدر عالي من المستوى، وأنهم يلعبون بروح عالية أمام الهلال والقطن في المباراتين الفريقين. أنا أعتقد أن سان داونز سوف ينهي دور المجموعات بأفضل مستوى وأفضل شكل. لا أعتقد أن سان داونز يخطط لإخراج النادي الأهلي ويقوم بتأهيل أو بالخسارة أمام الهلال ليخرج بالأهلي خارج البطولة.